السلام عليكم ورحمة الله. بفوزه على منتخب طاجيكستان انتزع المنتخب الوطني انتصارا هو الأول في تصفية المجموعات المؤهلة لكأس آسيا 2019 المزمع إقامته في الإمارات العربية المتحدة. بهذا الانتصار يكون المنتخب الوطني قد أهدى فرحة طالما انتظرها اليمنيون في هذه الحرب. لن ينسى اليمنيون في العام 2003 المنتخب الوطني للناشئين الذي عرف بمنتخب الأمل عندما حقق انتصارات رياضية غير مسبوقة في تاريخ الكرة اليمنية أوصلته إلى نهائيات كأس العالم للناشئين. وامتدادا لهذا الأمل يسعى على الصاصي ورفاقه اليوم إلى تحقيق إنجاز رياضي جديد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. حالة من وحدة الشعور الوطني تجتاح اليمنيين مع كل إنجاز رياضي أو فني أو إبداعي يحققه أبناء اليمن في أي محفل دولي، ويتناسى اليمنيون معه أوجاعهم وخلافاتهم ويتوحدون أمام الشاشات لانتزاع ابتسامة لطالما انتظروها. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أبعاد ودلالات الالتفاف الشعبي حول أي منجز رياضي رغم ما يمكن اعتباره انقساما سياسيا وما يعيشه الشعب من معاناة وهموم. سيكون معنا عبر السكايب من قطر من الدوحة في قطر الكابتن علاء الصاصي، وسيكون معنا أيضا مدير المنتخب الوطني الكابتن عبد السلام الغرباني، وكذلك سيكون معنا وزير الشباب والرياضة من الرياض الأستاذ نايف البكري، وأيضا من صنعاء الصحفي منصور الجرادي. قبل النقاش فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي عبر السكايب من الدوحة كابتن منتخبنا الوطني سابقا ومدير المنتخب الوطني حاليا الكابتن عبد السلام الغرباني. مساء الخير كابتن عبد السلام. مساء الخير والعافية عليك وعلى كل الطاقم اللي معك. مرحبا بك كابتن عبد السلام. في البداية ضعنا بصورة الظروف الواقع المنتخب الوطني في ظل الأزمة، وأنتم الآن تلعبون خارج الوطن بعد أن أغلقت كل الملاعب في اليمن. الظروف التي تحيط المنتخب الوطني ومسيرة الآن في نهائيات كأس آسيا ل 2019. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. طبعا الكل يعلم ما تعانيه بلدنا من أزمة خانقة وعدم إقامة البطولة المحلية، إضافة إلى ذلك أنه إقامة مباريات المنتخب الوطني اليمني خارج أرضه عقوبة من قبل الفيفا، إلا أن لاعبي المنتخب والمنتخب الوطني أثبت وأعاد لليمنيين كل اليمنيين في الداخل والخارج البسمة والأمل في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف هذه، إلا أنه استطاع اللاعبون في الميدان أن يحققوا نتيجة إيجابية رفعت الروح المعنوية لكل اليمنيين. نتمنى أن نستمر في هذا رغم معاناتنا في خارج البلد والظروف النفسية للاعبين، إلا أن الأمور تسير إن شاء الله على خير من الرام. نعم، الآن المنتخب الوطني كابتن عبد السلام ضمن المجموعة السادسة برفقة طاجيكستان وأيضا الفلبين ونيبال. هل هو يعني نستطيع نقول الحظ هذه المرة خدم المنتخب الوطني في هذه المجموعة، ممكن على يعني يحقق فيها إنجاز ويتأهل لكأس آسيا في الإمارات؟ إن شاء الله يحقق نتائج. طبعا الحظ لم يخدمنا، وإنما هناك التصنيف الجديد للاتحاد الأسيوي أفضل 12 منتخب الآن يتم المنافسة من قبلهم على التأهل لنهاية كأس العالم، ونحن في التصنيف الآخر. أتينا مع هذه المنتخبات وأعتقد أن كل التصنيف بقية المنتخبات الـ 12 مستوياتهم جميعا متقاربة. نعم، ونتمنى إن شاء الله تحقيق إنجاز غير عادي بإذن الله بفضل دعوات جمهورنا الحبيب في كل مكان ورجالنا في الملعب. نعم كابتن، مقدار الحظوظ أو الفرصة ممكن التي على ضوئها سيصل إن شاء الله منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهاية كأس آسيا؟ نحن لازلنا في البداية، فبداية المباراة لم نلعب إلا مباراة واحدة، إلا أنه الحماس والدعم والاهتمام الذي يلقاه المنتخب إن شاء الله سيكون له دور إيجابي في مواصلة المنافسة، كون لن نستهين بالمنتخب الفلبيني والطاجيكستاني، أي إضافة إلى النيبالية قد ربما يحدث أي مفاجأة.
كرة القدم فيها مفاجآت في لآخر لحظة. نعم، لو تحدثنا عن تاريخ المنتخب الوطني ولقاءاته مع هذه المنتخبات، هل كانت في صالح منتخبنا الوطني أم ربما قد خسر أمام هذه المنتخبات كابتن عبد السلام؟ طبعا الكل يعلم أن المنتخبات الآسيوية الأخرى دائما في تطور، سواء على مستويات الدوريات المحلية لها أو على مستوى المنتخبات. ونحن تعرف كل ما مرينا من سنوات يعني نتراجع إلى الخلف للأسف، بسبب الإمكانيات اقتصادية وسياسية واجتماعية، إلا أنه إن شاء الله يعني نحاول نقدم نتائج ترضي. النتائج السابقة مع بقية المنتخبات اللي لعبنا معها كانت أغلبها مع الأولمبي، الفلبين كانت الحظوظ متساوية، فزنا في داخل أرضهم وفازوا هنا علينا في قطر. إلا أنه إن شاء الله تتغير الأوضاع، وبحماس الشباب، بدعواتكم، دعوات الجماهير اليمنية في الداخل والخارج، إن شاء الله تؤتي ثمارها بإذن الله. بإذن الله كابتن. أيضا المتابع الآن للمنتخب الوطني، ربما بطولة خليجي 22 قدم المنتخب الوطني ربما لأول مرة أن ينتزع نقطتين في تاريخ كرة القدم اليمنية، رغم كما تعلم الظروف التي تمر بها البلاد منذ عام 2011 وحتى الآن، فضلا عن يعني السنوات الأخيرة مع دخول اليمن في هذه الحرب الطاحنة. الآن أيضا إنجاز، ربما نعتبر إنجاز جميل بأن يفوز المنتخب في أول مباراة له تؤهل لكأس آسيا في الإمارات، هل يعني ممكن اعتبار هذا يعني النجاح باهتمام من قبل الوزارة أم اهتمام من الاتحاد، أم من يقف وراء ربما هذا الإنجاز الذي يحاول اللاعبون أن يقدموه، أم هو من ذات اللاعبين وهمتهم فقط؟ أنا أعتقد أنه إلى الآن لا يوجد إنجاز، الإنجاز الحقيقي هو في آخر مباراة عندما نتأهل إن شاء الله إلى النهائيات. الآن نحن في بداية السلم، بداية الخطوة هي تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. نطمح إلى مواصلة هذه النتائج حتى نحقق الإنجاز. نحن طالبنا اللاعبين بعدم الغرور والتسرع في الفرحة الزائدة، كوننا لا زلنا في بداية المشوار. ونتمنى انه ان شاء الله انه يكون في اهتمام مضاعف سواء من كل الاطراف. بالنسبه للاعبين، اللاعبين يعني كان لهم الدور الاكبر في تحقيق هذا الانتصار، رغم المعاناه، رغم سفرنا البر، عدم وجود طيران، اثبت اللاعبون كفاءتهم داخل الملعب. واعتقد ان المباراه الاولى هي تحسب بالاول والاخير للجهاز الفني واللاعبين. نعم. طيب كابتن عبد السلام، تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث من صنعاء الصحفي منصور الجرادي. مساء الخير استاذ منصور. مساء النور اخي بشير، واهلا وسهلا بالمتابعين الكرام. مرحبا بك استاذ منصور. في البدايه، كيف تقيم مسيره المنتخب الوطني على الاقل في الفتره الاخيره، وايضا الانجاز الذي ليس انجاز ولكن ربما الانتصار الذي تحقق اخيرا وهو بدايه السلم كما تحدث الكابتن عبد السلام الغرباني، كيف تقيم أداء المنتخب وأيضا اهتمام الحكومة والاتحاد بتأهيل المنتخب حتى يظهر بالصورة الجميلة واللائقة؟ أولا مبروك لفوز منتخبنا الوطني، ويعتبر هذه يعني بداية تشجع على أن يخطو خطوة القادمة نحو التأهل لأول مرة في كأس آسيا. وكما نعلم أنه اليمن لم تتأهل ولو مرة واحدة إلى نهاية كأس آسيا، وبالتالي نجد أن الفرصة الآن متاحة كثيرا أمام منتخبنا الوطني، خاصة بعد أن أتيحت فرصة تقسيم منتخبات القارة إلى 24 منتخب. لأول مرة ستخوض هذه النهائيات بعد أن كانت في آخر نسخة هي 16 منتخب فقط. كانت بلا شك يعني مسيرة منتخبنا الوطني محفوفة بالكثير من المتاعب والصعاب نتيجة الوضع الذي يمر به اليمن من الصراع، وكانت ايضا خروجه او معسكراته كانت ايضا تمثل عامل تحدي بالنسبه له، والجانب النفسي ايضا ان يلعب خارج ارضه. لكن بما انه قد حقق الفوز الاول فنامل ان يستمر في هذا الانجاز، في هذا الانجاز الفوز الاول للوصول لأول إنجاز لنا إن شاء الله بالتأهل. نعم. وخاصة أن المباريات القادمة ليست صعبة ولا مستحيلة، وهي مع منتخبات قد تكون متساوية في
نعم منتخبنا الوطني. نعم استاذ منصور، من خلال متابعتك للمباراه الاخيره التي يعني فاز فيها منتخبنا على طاجيكستان، كيف تقيم الاداء الفني للمنتخب؟ هل هو بمستوى عالي؟ هل يمكن ان يصل فعلا الى نهائيات كاس اسيا؟ كما ذكرت كان منتخبنا يعني ادى باداء جيد، كانت لديه هدف واضح ان يحقق الفوز. نحن لا نستهين بمنتخب طاجيكستان حقيقة، ومنتخب له يعني أيضا موطئ قدم في القارة الآسيوية، لكن كان أداء منتخبنا بلا شك هو الأفضل. عموما ما يجب أن نركز عليه حاليا هو المباريات القادمة، ستكون المنافسة على مدى عام كامل، وهذا ربما ينهك منتخبنا لأنه سيكون عادة خارج اليمن طوال هذه الفترة كلاعبين وكإداريين وغيرهم، وبالتالي أنا أتمنى أن يتم المحافظة على العامل النفسي، ويركز أنا أركز وأكرر على الجانب العامل النفسي نتيجة ابتعاد اللاعبين عن أهلهم وكذلك الطاقم الفني والإداري، وأن يكون هناك نوع من الاستمرارية في التمارين وإداء المباريات التدريبية، وليس الانتظار فقط مباراتنا القادمة التي ستكون بعد أكثر من 4 أو 5 أشهر. نعم طيب أستاذ منصور، نعم أستاذ منصور تكرم بالبقاء معنا. الآن ينضم إلينا الكابتن علاء الصاصي أيضا من الدوحة عبر السكايب. مساء الخير كابتن علاء. حياك الله، ونشكر الطاقم ونشكركم على هذه الاستضافة. نشكرك ايضا انت انك من احترام وقتك رغم انكم مزدحمون في يعني برنامج تدريبي ان شاء الله، ولكن يعني استقطعت من وقتك والزملاء كانوا في جولة خرجوا تركوك. ما تسمعنيش الان؟ تسمعني الان كابتن؟ كابتن علاء الان تسمعني؟ طيب الان الصوت كيف الان بالنسبه لك؟ الان الصوت تمام واضح؟ ايوه اركب السماعه تمام. ايوه كذا تمام الان، ماذا السماعه كذا شويه يعني احسن. كويس كابتن، في البدايه يعني انا ربما يعني نيابه عن كل اليمنيين شكرا لك يعني ولرفاقك ايضا في المنتخب، رسمت ابتسامه على وجه كل اليمنيين في ظل الوضع القائم. مبروك الانتصار، مبروك تألقك اللي دائما نراك في كل مباراة وفي كل بطولة يظهر على بالصورة التي يرفع رأس كل اليمنيين. في البداية ضعنا بفرحتك، شعورك عندما حققت أول انتصار لكم في هذه الـ 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 في هذه البطولة. نعم. حياك الله بشير، تسلمي على الكلام الحلو هذا، وصراحة هذا الكلام يعني المفروض نعطيه جميع اللاعبين، يعني هم اللي ساعدوا هم اللي عملوا هذا كله، ما يخصني انا بذاتي يعني. لكن بصراحه احنا سعيدين جدا، اولا احنا اسعدنا انفسنا، اسعدنا الجمهور هذا اللي من فتره طويله ما حصل يعني ما قدر يعني ما حصل البسمه يعني منتظر لها من فتره طويله من سنوات طويله، والحمد لله ان احنا استطعنا في المعاناه اللي كنا نعانيها واستطعنا ان احنا نحقق اول 3 نقاط وهي بدايه المشوار، فهذه تعتبر لنا بدايه الخطوه المثاليه والايجابيه الذي كنا نبحث عنها، والحمد لله هذا كله بفضل يعني بصراحه الشغل المتوفر يعني من الجهاز الفني، من الاداريين المتواجدين معنا، وايضا من اللاعبين اللي كانوا قد المسؤوليه، والحمد لله نحن استطعنا، وان شاء الله نحن في القادم نقدم الافضل باذن الله. باذن الله كابتن، لا شك انه ظروف المنتخب وظروف البلد صعبه جدا، يعني ما تحقق الى الان، وايضا تواجدكم انتم كلاعبين في ارض الملعب في ظل هذه الظروف الصعبه، كيف تتغلبون على كل المآسي وتحاولون ان تظهروا بصوره جميله وتقدموا اداء مرضي لكم اولا وايضا للجمهور اليمني ثانيا؟ هذا فعلا يعني بصراحه يعني لو اي بلد عايش الوضع اللي احنا عايشينه كره القدم ملغيه عندهم، ولكن هذا بالاول والاخير تحسب نقطه ايجابيه لاتحاد كره القدم الذي محافظ على هذا الشيء وعلى رياضة الشباب الموجودة في البلد بقدر المستطاع. فاحنا صحيح نعاني من معاناة، لا نستطيع ان احنا نوجد ملعب تمرين، لا نستطيع ان احنا نوجد معسكر مثالي، لا نستطيع ان احنا نكون في اجواء مثالية لكرة القدم، لكن حاولنا احنا نتغلب هذه الامور، والحمد لله استطعنا في بداية المشوار ان احنا نتغلب عليها، وتعتبر هذه الشيء يعني نقطة ايجابية من اللاعبين من الكل، وهذا كله نعم طبعا يعني اهداء للجمهور من اجل ان نسعدهم ونفرحهم
في المستقبل ان شاء الله، فاليمن محتاجه الى فرحه باي وقت من الاوقات. دائما كابتن علاء انت فال ابتسامه دائما عندما نرى الكابتن علاء الصاصي بامانه، وربما هذا مش كلام يعني كلامي انا فقط، ربما كلام الكثير من اليمنيين، نشعر بالامان يعني ان علاء متواجد في ارضيه الملعب. بالتاكيد ايضا الى جوارك رفاقك اللي هم في المنتخب نشكرهم فردا فردا على الجهود اللي يبذلوها في ظل هذه الظروف الصعبه. كابتن علاء في المباراه الاولى ربما كان في الدقائق الأولى لفريق طاجيكستان يعني قاموا بتسجيل هدف عليكم، كيف كان شعورك وكيف حاولت أنك بالتأكيد لأنك كابتن الفريق لابد أنك يعني تحاول تستجمع قوى يعني اللاعبين وما يحاولوش يعني ينهاروا وتصلح المباراة تتجه باتجاه طاجيكستان، لكن يعني حضرته واستعدت المباراة ويعني جاء الهدف الأول ثم جاء الهدف الثاني. أنا بصراحة تكلمنا قبل المباراة فقلنا إذا لا قدر حصل شيء مثلا بداية المباراة وحصل علينا أي هدف أو أي شيء باغت فلازم نحن نتحمل ونعود للمباراة، وهذه طبعا هي أهم نقطة إيجابية لنا في المباراة من فترة طويلة أن احنا المنتخب اليمني يستطيع أنه يكون خسران 1-0 ويقلب النتيجة، فهذه واحدة من النقاط الإيجابية اللي نشكر اللاعبين عليه وعلى الروح الموجودة اللي كانت، وأيضا لا ننسى دور المدرب اللي بصراحة أعطى الثقة الكاملة للاعبين وأعطانا عن المعنويات واستطاع ان يصلح الاخطاء اللي كانت متواجده لدينا في الشوط الاول، والحمد لله يعني هذه الاشياء هي تحدث كنا متخوفين منها وحدثت، ولكن الحمد لله استطعنا يعني بفضل الله عز وجل ثم بفضل اللاعبين الرجال اللي كانوا موجودين في ارضيه الملعب واستطعنا ان احنا نتغلب على هذا الشيء وان احنا نعكس النتيجه وحققنا الثلاث النقاط التي هي تعتبر لنا بدايه المشوار. نعم كابتن علاء، ما حصل في المباراه الاولى من انتصار هل هو يعكس مقدار التناغم الكبير بين اعضاء الفريق ايضا مع مدربهم ابراهام الاثيوبي، كيف علاقتكم مع بعض وايضا بالمدرب والطاقم الفني بشكل عام؟ بصراحه شوف احنا من فتره بسيطه يعني معانا الان جهاز فني واداري، المدرب ابراهام يعني له فضل كبير على الفتره الطويله هم ومارس الرياضة في اليمن ويعرف اللاعبين بحذافيرهم من مناطقهم من مستوياتهم، فهذه أيضا نوع إيجابي وهذه يشكر على ما وصلته في تقييم هذه على تدريب للمنتخب، فأيضا هو يعتبر حاليا تقريبا المدرب الوحيد من فترة طويلة الذي حقق ثلاث مباريات انتصار رسمية للمنتخب اليمني، مباراة المالديف الذهاب والإياب وهذه المباراة ضد باكستان، فهذه تعتبر شيء إيجابي للمدرب نفسه، وأيضا لا ننسى الدور الكبير الذي يقوم به الإداريين من مدير المنتخب الكابتن القدير النجم الرائع سلام الغرباني والإداري المحنك عبد الرقيب العديني، فهذا انا استطاع ان يلموا المنتخب ويجعله اسره واحده، فهذه تعتبر يعني شيء ايجابي، احنا موجودين هنا لو تحضر اجواء المنتخب تحصل الاخوه والمحبه الموجوده مش موجوده في السابق كانت، فهذه تعتبر شيء يحسب لهم، فصراحه احنا فخورين بتواجدهم معنا. نعم طيب كابتن علاء تكرم بالبقاء معي وايضا الكابتن عبد السلام الغرباني بيكون هو بجوارك اكيد الان، وايضا ايضا الاستاذ منصور الجرادي ما يكون من صنعاء بينضم الينا ايضا وزير الشباب والرياضه كابتن علاء، لكن الان بنذهب الان لمتابعه تصريحات من الجمهور المحب لكم على وللكره اليمنيه ونشوف شعورهم عندما حققتوا اول انتصار في بطوله كاس اسيا 2019 ومن ثم نكمل الحديث. تاثرت كثير بشكل غير عادي، الملاعب المدرجات دمرت والرياضه طبعا المراكز الرياضية يعني غير موجودة بشكل دقيق، وطبعا في بعد الحرب مباشرة الحمد لله يعني بعض الأندية يعني فاقت وبدأت يعني تأخذ زمام الأمور بمكتب الشباب الرياضة بإقامة الدوري والاتحاد العام لكرة القدم بإقامة الدوري، والآن زي ما تشاهدون يعني هناك دوري فئات البراعم ودوري الناشئين. الرياضة لم تعد تلك الأداة المحفزة والمستوعبة والحاضنة للشباب، صار القضية سيدي قضية فلوس، كم بتدفع؟ وصار طلاء اللاعبون في كل الأندية أشبه بموظفي الحكومة، يجي آخر الشهر يستلم الراتب، يعني لا تجد يعني في أندية كبيرة مثل تلال الوحدة شمسان الشعلة، قد يكون الشعلة أحسن حظ منهم لأن كانت مصافي عدن تموله، لكن برضو ما تجدش حد في النادي. طبعا الرياضة في اليمن أصبحت شبه مشلولة، ولكن الآن نتمنى أن تحظى برعاية واهتمام من قبل السلطة المحلية من قبل قيادة الدولة من رئيس الجمهورية
وكذلك قيادة وزارة الشباب والرياضة الذي يبذل لنا جهود مشكورة عليها، ولكن لازم الزيادة الدعم المالي للأندية وحتى الشباب الألعاب الفردية يكون لهم دور كبير، لأن أغلب الأبطال وأغلب الإنجازات هي من الألعاب الفردية. حتى الألعاب الفردية أصبحت شبه مشلولة، ولكن نحن نتمنى أن تحظى بهذه الألعاب بدعم سخي حتى يتمكنوا الشباب من إعادة الروح لهم للاهتمام بالرياضة وإعادة مزاولتهم للرياضة. حياكم الله مشاهدي الكرام، وعودة جديدة، وهذه المرة العودة إلى صنعاء مع الصحفي منصور الجرادي. أستاذ منصور، أنت أيضا شعورك عندما حقق المنتخب الوطني أول انتصار، يعني قبل أن تكون صحفي رياضي ومهتم بالرياضة أيضا كيمني ومتابع في ظل هذه الحرب، ماذا تمثل هذه الفرحة بالنسبة لك أنت، وأيضا ما لمسته من الشارع في صنعاء بهذا الانتصار؟ بلا شك يعني انتصار منتخبنا الوطني في المباراة أعطانا فرحة، غير المود العام لليمنيين مما يحصل من قتل ودمار إلى نقطة ضوء يعني وبادرة أمل أننا ما زلنا سنفرح، وأن لدينا أيضا من يصلح لنا الفرح من شبابنا في الخارج. من الملاحظ أنه في ظل هذه الأزمة الشديدة التي تمر بها اليمن ما زال هناك شباب يقومون ويحاولون أن يصنعوا شيء لليمن وأن يصنعوا اسمه في الخارج وفي كل مكان في كل المحافل، ويتوحدون دائما على كلمة وعلى قلب واحد. أفلج صدري حقيقة من كلام الكابتن على أصاصي بأنهم الآن أكثر تماسكا من السابق، هذا دليل على أن المحن تصلع أيضا الرجال، فشكرا لهم أيضا. وبلا شك اليمنيين كانوا هنا رغم كل ما يدور من مآسي حولنا فرحين بما حصل. لقد أنسونا السياسة، أنسونا الحرب، أذاب منتخبنا الوطني تلك الخلافات بين الأطراف السياسية، أشعرنا أننا ما زلنا على قلب رجل واحد، وإن شاء الله سنظل كيمنيين إلى أبد الآبدين. نعم. طيب كابتن منصور، يعني قبل أن نودعك، تقييمك لدعم الوزارة الشباب والرياضة وأيضا الاتحاد اليمني لكرة القدم والاهتمام بالرياضة ودعم كرة القدم، كيف تقيم أنت من خلال متابعتك ربما بصورة قريبة جدا من الاتحاد وأيضا من الوزارة؟ عموما يعني الوضع ما زال يعني داخل اليمن سيء للغاية من حيث الجانب الرياضي بدل من كل مجالات الحياة، لكن أن يظل هناك منتخبات تعمل في الميدان وتشارك خارجيا هذا شيء جيد لبقاء اسم اليمن متواجدا على الأقل. أما ما يتعلق بالبطولات الداخلية والدوريات وغيرها، كما أنت تعلم لم تعد دائما هناك بطولات طاري إذا صح التعبير، وحتى الأندية الآن متوقفة تماما عن أداء دورها نتيجة طبعا ما حصل من دمار وخراب في كل البناء التحتية الرياضية. إنما بمجرد أن يظل هناك دعم للمنتخب الوطني واستمرارية لعملهم ومشاركة الفرق اليمنية خارجا، سيظل هذا جهد مشترك سواء من الفرقاء في الداخل أو في الخارج، لأننا دائما نمثل اليمن عبر هؤلاء الشباب. أتمنى أن يستمر هذا الدعم من كل الأطراف السياسية ومن كل الهيئات بكل مسمياتها في الداخل وفي الخارج. نعم. لأننا نمثل اليمن. نعم. النشاط الرياضي منصور لا زال قائم في اليمن في يعني البطولات الدوري لا زال قائم أم توقف؟ أو إذا كان مستمر كيف تقيمه؟ ها؟ لا يوجد، لا يوجد. متوقف تماما يعني. نشاط. لا يوجد نشاط أو دوري قائم للأسف الشديد. نعم لا يوجد. يعني ربما هو اقتصر الاهتمام فقط بالمنتخب الوطني سواء كان للشباب. نعم. أو للمنتخب الأول هو الوحيد القائم. نعم. حتى الآن في الرياضة اليمنية والمنتخب منتخبات. نعم. منتخبات تحديدا كرة القدم التي يتاح لها المشاركة خارجيا، كانت لدينا بعض المشاركات الفردية في بعض الألعاب لكنها لا تلقى ذلك الدعم الكافي من الإعلام لنرى ماذا أنجزت أو ماذا. نعم. حققت أو أين شاركت. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي منصور الجرادي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء لمشاركتك معنا. عودة لكابتننا ونجمنا لهذه الحلقة الكابتن علاء أصاصي. كابتن علاء، عدنا لك مجددا.
لا شك أن يعني اللاعب عندما يكون يلعب خارج أرضه ربما لسنوات طويلة الآن تقريبا منذ عام 2011 كل المشاركات الخارجية على دائما يعني تقيمونها في خارج اليمن، مقدار تأثيرها نفسيا على اللاعب؟ بصراحة يعني أي شخص يعني تلعب أنت خارج أرضك تعتبر هي أرضك، فهذه تعتبر أنك تلعب خارج الأرض، ولكن يعني مش مقصر معنا الجماهير، صح متواجدة في جميع المناطق والحمد لله، هذه يعني شيء إيجابي بالنسبة لنا، لكن بالأول والأخير يا أخي لما تسمع نشيدك الوطني في وطنك هذه تعتبر لك الشيء الكبير بصراحة يعني، وأمام جماهيرك فهذه تعتبر لها نكهة خاصة بالنسبة لنا، لكن الحمد لله على كل حال هذه الأقدار وهذه الظروف اللي مرينا فيها، ولازم ان احنا نثبت انفسنا في اي مكان من الاماكن في اي مكان، في الاول والاخير احنا نلعب في المستطيل الاخضر اينما كان الملعب، لابد ان علينا ان احنا نقدم المستوى المطلوب مننا، وبالاول والاخير احنا مطلبنا ومطلب جميع الجماهير في اليمن وخارج ان احنا الانتصار والاداء المشرف، والحمد لله هذا اللي نسعى عليه وان شاء الله احنا نوصل اليه باي الاوضاع يعني في البلد او خارجها. نعم، الجمهور بحكم ذكرت الجمهور اليمني كابتن علاء، كيف تقيم مساندة الجمهور اليمني في الغربة في خارج اليمن؟ هل هو حاضر معكم في كل الفعاليات التي والبطولات التي تشاركون فيها أم هناك تقصير؟ لا فعلا بصراحة الجمهور مستحيل أن احنا نوفي له بكلمات أن احنا نعطي حقه، فالجمهور يعني بالنسبة لنا شيء هو النكهة هو الأداء الذي نحن نستطيع أن احنا نقدمه، هو العامل النفسي والأساسي لنا، فبصراحة يعني احنا لا ننسى دوره في الرياض اللي ما قدمه لنا المنتخب، الجمهور ما عمله في خليجي 22 في المملكة العربية السعودية، فكان هو ملح البطولة وكان هو يعني حديث الشارع، فهذا بالنسبة لنا الجمهور يعني صعب أن أنا أوفيه، وسؤال صعب يعني ثقيل عليه يعني نوعا ما، أنا لا أستطيع أن احنا أوفيهم حقهم، لكن بالأخير جزاهم الله خير ما قصروا معنا، يشجعونا من الأرض الوطن من خارج أرض الوطن، فكلهم انتمائهم يمني، وبالأول والأخير يتمنوا لنا الانتصار ويزعلوا عند الهزيمة، فإحنا أيضا لابد نحن نجتهد ونحن نستطيع نحن نساعدهم. نعم كابتن علاء، عندما تحقق هدف معين في أي مباراة معينة دائما نرى علاء يتجه دائما نحو الجمهور حتى ينسى المدرب ينسى الزملاء يتجه إلى الجمهور، لماذا؟ بصراحة يعني كلنا نفرح، لكن الفرحة الكبيرة هي تكون للجمهور اللي حاضر يعني، فاللي فلت عمله اللي فلت مشاغله اللي فلت أسرته وذهب للملعب من أجل أن يأزرنا من أجل أن يفرح من أجل أن يرفع رأسنا يعني نحن نرفع نحقق الانتصار، فهذا بالنسبة يعني لابد ان احنا نروح نقبل راس كل يمني يحضر للملعب احنا في الدوحه، فلكن بالاول والاخير الحمد لله يعني احنا نفتخر يعني احنا بالجمهور هذا، وايضا بالاول والاخير طبعا اللاعبين هم قد المسؤوليه لهذا الجمهور ويعملوا قصائر جهدهم بصراحه، ولكن بالاول والاخير بصراحه الجمهور صعب ان احنا نوفيه في الكلام. نعم طيب كابتن علاء، نشرك معنا الآن في الحديث، كنا نتمنى أن يكون معنا وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف البكري، لكن ربما لمشاغل معينة لم يتمكن من التواصل يعني أو أن يكون معنا في هذه الحلقة. ينضم إلينا الآن وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ أو الدكتور حمزة الكمالي. مساء الخير دكتور حمزة. مساء النور، كيف حالك؟ مرحبا بك حمزة. في البداية أين أنتم كوزارة شباب والرياضة؟ أين تقف الوزارة اليوم من الرياضة بشكل عام وأيضا بشكل خاص كرة القدم؟ أولا علينا أن نتأكد بأنه نحن نمر بظروف صعبة ومرحلة حرجة، لكن وزارة الشباب والرياضة بحمد الله وبفضل الله استطاعت أن تقوم بعمل كبير جدا على مستوى الأنشطة الرياضية وبالأخص في المناطق المحررة، إنشاء يعني إنشاء مقر الوزارة في عدن، وهي تعتبر والوزارة بدأت بممارسة عملها بشكل كامل من العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا تم دعم الأنشطة بشكل مباشر عبر المكاتب الشباب والرياضة في المحافظات، ودعم أيضا اتحادات الكرة التي منع عنها الحوثيون المساعدة والدعم، وهذه كانت الخطوة الرئيسية والأهم بالنسبة لنا لأن نقدم الدعم المباشر للأنشطة الرياضية. هذا العمل الكبير الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة لم يكن ليكون لولا الدعم الكبير من دولة الدكتور أحمد عبد دغر من الحكومة التي عملت معنا بشكل قريب جدا. تفضل. نشكر هذه الجهود حمزة، لكن كما تعلم الآن الدوري في اليمن متوقف تماما، عن أي نشاط تتحدث يعني نشاط رياضي قائم الآن أستاذ حمزة؟ أولا نحن نعاني مشكلة كبيرة جدا في موضوع استئناف
الدوري كرة القدم بسبب الظروف الحالية. أنت تعلم أن الدوري كرة القدم ليس بسيط، هو يحتاج لإمكانيات هائلة، يحتاج لملاعب، يحتاج أيضا لتوفير المساحة للجمهور للحضور، ويحتاج أيضا للترتيبات الأمنية والتحركات في انتقال اللاعبين، وهذه كلها تأتي جزء من أزمة البلاد التي نمر بها. نحن نعمل جيدا منه انتقال حتى الإغاثة الإنسانية أصبح صعب في هذه الظروف، لكن نحن كوزارة نقول بأننا مع دعم الأندية ودعم المنتخبات، كان هناك دعم قدمته الوزارة عبر الحكومة مباشرة للأندية الرياضية في عدن، وتقوم أيضا بدعم الأندية الرياضية في حضرموت وفي بقية المحافظات اليمنية، ونحن نقول بأننا نعمل بجهد كبير جدا لاستعادة الرافد الأهم للرياضة وهو صندوق رعاية النشأ الذي ما زال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. صندوق رعاية النشأ والشباب يمثل الرافد الرئيسي للشباب والرياضة. هذا الصندوق للأسف كل مدخلاته الآن تذهب إلى صنعاء بسبب أنه الشركات الرئيسية وشركة الأسمنت متواجدة في صنعاء، لكننا نقول بأنه الوزارة قامت أكثر من 124 نشاط في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى تعز قامت بعمل دوريات أو ما سميناها بطولة عدن أو أولمبية عدن، والتي حضر منها لاعبون في العاب القوى من كافة المحافظات. نقوم وزير الشباب والرياضة والاتحاد الكرة يقومون بجهد كبير جدا في دعم المنتخب، وأنا أؤكد لك من هنا بأننا سنكون مع المنتخب الوطني ومع شبابنا الذين يشاركون ويمثلوننا في الخارج، لن نتخلى عنهم، وكل جهد يتوفر لنا سنوصله لهم لتنجح الرياضة. نحن نؤمن بأن رسالة الرياضة هي رسالة يجب أن تكون مدعومة. الشباب، قطاع الشباب قطاع مهم جدا عندنا في الوزارة. طيب أستاذ حمزة، طيب أستاذ حمزة اسمح لي أن أعود إلى الدوحة عبر السكايب مع مدير منتخبنا الوطني الكابتن عبد السلام الغرباني. كابتن عبد السلام، الآن وكيل الوزارة موجود معنا وربما أيضا الوزير يسمع هذه الحلقة، مطالبكم الآن التي تتمنوها من الوزارة وأنتم الآن يعني في إطار المشاركة في بطولة ستؤهلكم إن شاء الله إلى كأس آسيا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن نطالب الجميع ونخص بقيادة اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي الدعم الأول والأخير لكافة المنتخبات باستمرار الدعم المتواصل. طبعا نشكره ايضا على، تعرف ان المنتخب الوطني يعسكر داخل البلد وخارج البلد، فكانت توجيهاته صريحه بعدم اقحام المنتخب الوطني بالامور السياسيه، وتعرف وضعنا ووضع البلد. المنتخب يعسكر في صنعاء ويعسكر في عدن، سيلعب في خارج صنعاء، سيلعب في قطر، في اي دوله، خاصة ونحن علينا ضغوطات وإيقاف من الاتحاد الدولي، فإن شاء الله لم يقصر معنا سابقا ولاحقا. والمطلوب أيضا إن شاء الله إقامة معسكرات داخلية وخارجية لخلق جو معنوي ونفسي، إلى جانب ما يقوم به الأجهزة الفنية والإدارية بإعداد فني وبدني داخل أرضية الملعب. نعم. طيب كابتن عبد السلام، الآن استعداداتكم أو نسميه برنامجكم الآن التدريبي، أو يعني سواء كانت مباراة ودية سواء كانت معسكرات للتدريب والتأهيل للمنتخب، أين ستكون حتى اللقاء القادم التي ربما ستواجهون فيها الفلبين تقريبا في يونيو؟ لازلنا الآن منتظرين إن شاء الله بس خروج التأشيرات وإقامة معسكر في مصر إن شاء الله. كانت لدى الجهاز الفني برنامج هي عودتنا مباشرة بعد مباراة طاجيكستان إلى اليمن لأخذ راحة بدنية وفنية ونفسية للاعبين، وعلى ضوء ذلك من خلال أسبوعين يتم إعادة اللاعبين إلى معسكر داخلي، ومن ثم توجه إلى معسكرات خارجية. طبعا المباراة القادمة لن تكون مع الفلبين، هي المباراة القادمة مع النيبال وستكون في 17 رمضان إن شاء الله في النيبال. نعم. مقدار حظوظكم في هذه المباراة كابتن عبد السلام، توقعاتك من خلال معرفتك واطلاعك وقربك ويعني تسليط ضوءك على إمكانات منتخب النيبال؟ طلعت من أول، نحن نعتبر كل الحظوظ متساوية، وخاصة أنت ستلعب خارج أرضك وأمام جمهور النيبال، ومعروف الجماهير في النيبال خاصة وأن النيبال حقق بطولة قريبة لبطولة آسيا، إلا أنه زي ما قلت لك الحظوظ إن شاء الله ستكون متساوية، وإن شاء الله
اذا كان انا المستويات ما قدمناه امام مباراه طاجيكستان، فان شاء الله نتفائل باذن الله وبفضل الشهر الكريم باذن الله ان يسعد لاعبونا، يسعد جماهيرنا داخل الوطن وخارج الوطن. نعم. سؤال اخير اودعك كابتن عبد السلام، هل لديكم الان خطه لمباراه وديه خلال هذه الفتره الى ان تلتقوا بمنتخب نيبال؟ ان شاء الله هناك تواصل من قياده الاتحاد والامانه العامه لاتحاد كره القدم بسعاده الدكتور حميد شيباني الامين العام بالتواصل مع عده منتخبات لاقامه معسكرات بسيطه في ارضها واقامه مباراه وديه ان شاء الله خلال الفتره من الآن حتى 17 رمضان، وإن شاء الله نتوفق بإقامة أكثر من مباراة، وهذا ما يطمح إليه الجهاز الفني بإذن الله، حتى أن اللاعبين سيتطور مستواهم إلى الأفضل من خلال المباريات. نعم. وإن شاء الله سنة كبيرة كذلك. نجم منتخبنا الوطني ومدير منتخبنا، نجم منتخبنا الوطني سابقا ومدير المنتخب الوطني حاليا الكابتن عبد السلام الغرباني، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. قبل العودة الآن إلى الكابتن علاء الصاصي، وأعود إلى الأستاذ حمزة الكمالي، ولكن نتابع هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عطاء عن الكرة اليمنية، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. كابتن علاء، عدنا لك مجددا في محورنا الاخير. كابتن علاء، لو تحدثنا، يعني انت كلاعب وايضا رفاقك اللاعبين، ما الذي ينقصكم؟ ما الذي تتمنوه ان تحصلوا عليه من قبل الوزاره ومن قبل الاتحاد علكم تواصلون بهذه الحماس بهذه الروح وتقدمون الافضل دائما؟ والله شوف اخي بشير، يا اخي احنا بالاول والاخير شوف قياده الاتحاد يعني جزاهم الله خير، مجتهدين جدا معانا ومتفاعلين وسخيين نوعا ما بالنسبه للرياضه واقامه المعسكرات هذه والمباريات، لكن احنا كلاعبين احنا طموحنا ثاني، واحنا اليمن مميزين عن باقي الدول الكامل هي بالروح، فاحنا الان بدينا في الروح والحمد لله توفقنا في اول مباراه، لكن اللي ينقص القدم ينقصنا الشيء الكبير، يعني احنا كرة القدم مقارنة بالدول المجاورة لنا احنا بالنسبة لشيء بسيط، يعني الفارق خيالي المتواجد بيننا وبينهم، فمن بنية تحتية من يعني انا اضرب لك اقل فريق في الدوري السعودي مدربهم يعني بقيمة المعسكر اليمني كامل، يعني في فوارق، يعني في فوارق كبيرة لو جينا على كرة القدم وعلى ممارستها وعلى دراستها المتحدثة، ولكن الحمد لله احنا نملك الحماس الذي ليس موجود في الدول الاخرى، فاحنا استغلينا هذا الحماس، والحالي يعني بصراحه انا كملنا المباراه الاولى تفاعل معنا الاتحاد وبقياده الشيخ احمد صالح العيسي، واستطاع انه يعني تجهيز، وايضا الدكتور حميد شيباني في جودهم والاستاذ حسن باشين نائب رئيس الاتحاد، فانهم استطاعوا ان يوفروا لنا حاليا معسكر الى المباراه القادمه، فهذه يعني فتره طويله نستطيع ان احنا نتجهز فيها ونستطيع ان احنا نعود الى مستوانا الحقيقي نوعا ما. فاحنا في المباراه الاولى لم نقدم الشيء الكبير، ولكن استطعنا ان احنا نحرز الثلاث النقاط،
فهي التي كانت أهم خطوة لنا في الطريق الصحيح. ولكن حاليا استطاعوا أن يوفروا لنا هذا الشيء بالمعسكر، وهذا يعتبر شيء إيجابي بالنسبة لهم، وإن شاء الله نحن نستطيع أن نحن نحقق شيء إيجابي وأن نحن نعود لمستوانا الحقيقي الذي ظهرنا فيه في خليج 22. نعم وأفضل. نعم الاهتمام الذي تحدثت عنه كابتن علاء من قبل الاتحاد مشكورين عليه. أيضا الوزارة، هل هناك تواصل من الوزارة؟ هل زاركم وزير الشباب والرياضة؟ هل يتم التواصل مع اللاعبين بصورة شخصية على الأقل كدعم نفسي؟ والله هذه الأمور هي تتواصل مع القيادة مع المسؤولين علينا، أما بالنسبة إحنا كلاعبين لا عندنا أي علم بهذا. إحنا نمثل البلد وإحنا نمثل الوطن، وإحنا علينا أن إحنا نقدم الشيء المطلوب مننا داخل أرضية الملعب أيا كان الداعم لنا. فاحنا بالاول والاخير عندنا قيادات هي من تتواصل مع الجهات المختصه. اما بالنسبه لنا احنا اذا تفاضلنا بهذا الامر فهذا الشيء اللي يخصنا احنا كلاعبين، احنا علينا ان احنا نعطي في الملعب ونسعد الجماهير اليمنية بشكل عام. نعم الله يسعدك يا علاء ويسعد كل رفاقك في المنتخب، وانا صراحه عاجز عن التعبير عن هذه الروح اللي تملكها وعن هذه الوطنيه التي تتكلم بها. على لو كان الجميع مثل على ربما كانت اليمن في خير كبير. كابتن علاء اسمح لي ان نعود الى اعود لحمزه الكمالي. اذا نعم طيب كابتن علاء، اذا ربما ساختم الحلقه معك لانه فقد الاتصال بوكيل وزاره الشباب والرياضه حمزه الكمالي. كابتن علاء ايضا جانب علاء الشخصي ربما في دقائق يعني للجمهور، على الان متى بتتزوج يا علاء؟ ربما هذا سؤال شخصي الان. من الحلقه السابقه اللي جلست معك، ان شاء الله بعد السؤال ان شاء الله باذن الله تعالى حتى نفرح مع الجمهور يعني ان شاء الله باذن الله. على اقرب رفاقك في المنتخب، ويعني من يعني تسعد وهو بجوارك وتركن عندما تكون في ارضيه الملعب بان خلفك او بجوارك من هو مساند لك ويعني لا يمكن أن يترك زلة على ضوءها ربما يعني تنهزموا أو تخسروا لأي مباراة؟ صراحة كل شخص يجلس جنبي ولابس الشعار المنتخب اليمني هذا أحس أنه يعني إنسان يعني واثق فيه بكل الثقة، يعني لأنه شعارنا غالي علينا، فكل اللاعبين أخواني وكلهم أحباب لي، وأيضا تربطني علاقة باللي سألني سؤال خطير في حلقة سابقة اللي هو محمد إبراهيم عياش لأنه قريب مني في النادي. الكابتن محمد إبراهيم، نعم سلامنا للكابتن محمد وايضا لكل رفاقك اللاعبين. كابتن علاء انا ممتن لك جدا انك شرفتنا في هذه الحلقه، ونشكرك جدا انك دائما تسعدونا وترسم البسمه والفرحه على وجوه كل اليمني في هذه الظروف الصعبه. ان كان لك كلمه اخيره لجمهورك لمن تحب اختم بها منك تفضل. والله شوف اولا نشكركم يعني على تواصلكم على تعبكم معي، يعني بصراحه انا ما قدرت اجيلكم بسهل يعني فتعبتكم معي فتره طويله تتصلون فلان وفلان، والحمد لله بالاخير طلعت معاكم. وثانيا انا اشكر الجمهور بصراحه، واعطيه يعني صعب اوصف الجمهور، ولكن بالاول والاخير احنا في بدايه المشوار لا نبالغ في الفرحه الزايده اللي احنا عملناها يعني وكانت الانتصار الاول، وان شاء الله باذن الله تعالى نحن نحقق الانتصار ونفرح مع الجمهور وتكون هذه هي رسالتي للجمهور. اما انا اشكرهم صعب ان اشكرهم يعني ما هو فيهم حق. شكرا جزيلا لك كابتن المنتخب الوطني على اصاصي على مشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام الان نذهب في فقرتنا الاخيره نقرا تعليقاتكم حول موضوع الحلقه في صفحه البرنامج على الفيسبوك. نبدا مع صديق البرنامج الاخ علاء السفياني يعلق بالقول: بلا شك من ان المنافسات الرياضيه وغيرها من المسابقات الخارجيه لشباب اليمن التي تمثل وترفع العلم الوطني عاليا ستسهم الى حد كبير في توحيد اراء ووجهه نظر شعبنا اليمني. علاء السفياني. ايضا راي اخر من صديق البرنامج الاخ صديق البرنامج علق في القول او بالقول الأخ عز الدين البدح علق بالقول: السياسة إذا كانت صافية ساد الصفاء على كل شيء، وإذا تعكرت معها الأجواء وساء كل شيء، لكن اليمنيون يحاولون قهر العتمة ويبحثون عن بصيص أمل وعما يسعدهم ويوحد مشاعرهم ولو من اللا شيء. مبروك منتخبنا الوطني. الأخ عز الدين البدح. أيضا رأي آخر من صديق البرنامج الأخ نادر الدباني يعلق: يساهم المنتخب في توحيد الشعور الوطني عندما يكون نصف المنتخب جنوبي ونصفه شمالي، هنا يتحقق الشعور الوطني من الجميع. نادر الدباني. وأيضا
نختم برأي أخير من صديق البرنامج الأخ أو الأخت سلسبيل علي، تعلق عندما تتكلم الكرة وتقول للجميع نحن شعب واحد ونمثل بلد واحد، هنا ترسم السعادة من فرحة انتصار رياضية تحاول جاهدة إسكات أفواه الحروب وتنقل للعالم إبداع وعزيمة الشاب اليمني الذي يواجه ويحاول رغم ضعف الإمكانيات والحالة المريرة التي نعيشها. سلسبيل علي. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين، شكرا لضيوفي في هذه الحلقة. كان معنا كابتن منتخبنا الوطني علاء الصاصي، كان معنا أيضا يعني مدير منتخبنا الوطني ونجم منتخبنا الوطني السابق عبد السلام الغرباني، وكذلك الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي، والشكر أيضا للصحفي منصور الجلادي كان معنا من صنعاء، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا منتجة هذا البرنامج الزميلة إلهام عامر، ومعد الحلقة أو البرنامج الزميل وديع عطا، والشكر لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، وتحايا الطاقم الفني. السلام عليكم ورحمة الله.